أثنيان يوسف وفهد المصبيح بيلعبها فهد الهرايف جرى براس وجد هدف لصالح فريق النصر سجله ماجد عبد الله بعد ما لعب كرة براسه في حلق المرمى ليعلن هدف التعادل في الدقيقة 5 من شوط المباراة الثاني. هدف للهلال، هدف للنصر، والتعادل رجع مرة أخرى قائم بين الفريقين في خلال 3 دقائق فقط لا غير. هذه الكرة تلعبت مرة ثانية من فهد الهريفي وماجد عبد الله رأسا برأسه المتمكن وحطه